معانا على التليفون وعلى خلفية هذه العلاقات المصرية الصينية وعلى خلفية هذا المنتدى من بكين دكتور شاهر الشاهر أستاذ الدراسات الدولية بجامعة سون ياتسن. أرجو أن أنا أكون بأنطقها مظبوط يا دكتور شاهر. نعم مساء الخير، تحية لك وللسادة المشاهدين. نعم صحيح، هي سون ياتسن. مساء النور دكتور شاهر. دكتور شاهر، يعني نريد أن نتحدث يعني عن هذا المنتدى وعن مشاركة مصر في هذا المنتدى العربي الصيني. نعم، في الحقيقة المنتدى هو منتدى يعقد كل سنتين، بدأ في العام 2004، هذه هي النسخة العاشرة أو الدورة العاشرة من هذا المنتدى. ما يميز هذا المنتدى في هذا العام حضور 4 رؤساء دول عربية، وعلى رأسهم طبعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. طبعا أعتقد أن هذا الحضور العربي يوجه رسائل سياسية للصين وللغرب وللعالم عموما، رسائل سياسية بمعنى أن الدول العربية ليست راضية من وجهة نظري عما تتبعه الولايات المتحدة من سياسات، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية، وأيضا أنهم يؤكدون على دور الصين وحضورها الفاعل في منطقة الشرق الأوسط. نحن نعرف أن الصين انكفأت لسنوات طويلة، كانت تركز على وضعها الداخلي، ثم الآن نرى أن الصين بدأت تحاول أو بدأت تتدخل في قضايا الشرق الأوسط، وهذا التدخل أعتقد من وجهة نظر العرب هو تدخل إيجابي. أيضا الصين تشجعت بعد هذا التدخل، وخاصة النجاح الذي حققته في موضوع المصالحة بين المملكة العربية السعودية وإيران، فمن هذه الزاوية ربما يعول على الصين أن تلعب دورا في إيجاد حل أو تسوية للصراع في منطقة الشرق الأوسط. طيب هنا دكتور شاهر يمكن خليني أستفيد مع حضرتك أكتر، وهو أنه إحنا اعتدنا على شراكات طويلة مع الصين باعتبارها شريك اقتصادي صناعي تكنولوجي تجاري إلى آخره، ولها بصمة واضحة في المنطقة وفي القارة الإفريقية بطبيعة الحال. علاقة أو تدخلات أو تفاعلات الصين سياسيا في المنطقة، هل أقدر أصفها بأنها ما زالت على استحياء؟ خاصة أن احنا نتحدث فقط عن المصالحة السعودية الإيرانية وهي أمر جيد جدا، لكن ماذا عن قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة وفاعلية الصين في هذا الصراع؟ طبعا أنا أعتقد ربما أختلف معك في وجهة نظري أن الصين تاريخيا هي داعم للقضية الفلسطينية. الصين لم تقم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل حتى العام 1992 عندما ذهب العرب إلى مؤتمر مدريد للسلام. ذهب العرب إلى مؤتمر مدريد للسلام ولم يشترطوا في ذلك الوقت حضور الصين. أيضا هذا مهم من وجهة نظري. منذ بدأ عملية طوفان الأقصى كان موقف الصين واضح من القضية الفلسطينية، بمعنى أن ما يجري في طوفان الأقصى هو رد فعل على ما تتبعه إسرائيل من سياسات في المنطقة. هذا الموقف لم يلقى قبولا لا لدى الولايات المتحدة ولا لدى إسرائيل، فمن هذه الزاوية أعتقد أنه موقف هام. بالنسبة لفكرة أن حضور الصين كان حضورا اقتصاديا، أنا أقول نعم، أي إنسان عندما تذكر الصين أول شيء يخطر في باله هو الاقتصاد، ولكن علاقة الصين بالدول العربية تختلف عن هذا الموضوع. أعتقد هناك بعد حضاري، الصين دولة ذات حضارة عريقة، فهي طبعاً تحترم تاريخ الشعوب، ولذلك هي تركز على العلاقات الثقافية. لو أخذنا حتى علاقتها مع الدول العربية، هي لا تقتصر على البعد الاقتصادي فقط، لأن الدول العربية أحيانا لا تشكل شيئا بالنسبة للشراكة مع الصين. كثير من الدول العربية حجم التبادل التجاري أو ما إلى ذلك لا يمكن أن يعكس حجم العلاقة التي القائمة بين الصين وتلك الدول، فمن هذه الزاوية أعتقد ليس فقط العامل الاقتصادي ولا السياسي، وإن كان الحضور السياسي الصيني حديثا في المنطقة ولكنه أصبح حضور فاعل بقوة. طب كيف ترى دكتور شاهر فاعلية الحضور الصيني في قضية الصراع العربي الصهيوني خلال الفترة المقبلة؟ هو أهمية الحضور الصيني سوف تكون من وجهة نظري بأن الصين اليوم هي الدولة الوحيدة القادرة على لعب دور الوساطة في موضوع الصراع العربي الصهيوني. لو عدنا تاريخيا كانت الولايات المتحدة تلعب هذا الدور، رغم دعم الولايات المتحدة المطلق للكيان الصهيوني لكنها كانت تنجح في لعب دور الوساطة. بعد حرب تشرين التحريرية هي من لعب دور الوساطة في عملية السلام بين مصر و إسرائيل، وبعد حرب العراق وأيضا هي من لعب دور الوساطة في مؤتمر مدريد للسلام. هذه المرة أعتقد أن الوضع مختلف، كانت سياسة الرئيس بايدن منحازة وبشكل فج منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى، كانت منحازة للكيان الصهيوني.
أيضا روسيا اليوم ليست مقبولة لا من الولايات المتحدة ولا من قبل الدول الغربية، فلا يوجد دولة وازنة على الساحة الدولية ومقبولة ربما من أكثر الأطراف إلا الصين. لذلك نجد أن الصين ربما حرصت منذ البداية أن تقول أنها على الحياد إلى حد ما، وإن كانت من وجهة نظري هي منحازة للقضية الفلسطينية من باب عدالة هذه القضية وليس من باب تعاطف آخر مع هذا الموضوع. صحيح. أنا أشكرك جدا دكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة سان ياتسن بالصين.